استحلفكم بالله العلي العظيم قولوا الله اكبر ولله الحمد. كما وصلنا من الاستاذ لطفي كعورها 51,000 يورو من كل اهل تونس، واليوم قررنا اول ال 51,000 يورو نعمل تكيه 10 قدور رز مع 13 قدر شيش طاووق من النوع الغالي، وهذا الشغل اول البدايات. خليكم معنا لاخر فيديو حتى تشوفوا الصعب. اخر فيديو حتى تشوفوا الصعب.
Mm-hmm.